السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم ملاعب ملدنا. طبعا في البداية بحب طبعا بأهنئ نادي الزمالك بحصوله على اللقب الرابع لبطولة كأس السوبر الأفريقي بعد فوزه الرائع على نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالدوحة. طبعا احنا وعدنا اصدقائنا على صفحة البرنامج باسماء التوقعات الصحيحة. طبعا فاز بالتوقعات الصحيحة طبعا كذا صديق منهم احمد الشريدي، طبعا ده توقع بفوز الزمالك 3-1، وبالفعل برضو توقع أصحاب الأهداف الثلاثة، فعشان كده احنا ذكرناه في الأول. وبرضو الصديق مازن محمود توقع فوز الزمالك أيضا، والكابتن بهاء والكابتن رأفت نور الدين وزكريا أبو السعود، هم 15-1 أو 16-1 طبعا بنقولهم عشان زي ما وعدناهم، وزكريا أبو السعود وأحمد أيمن ومحمد الشاذلي ويوسف صابر وشهاب أحمد الأمير وميدو الطنيخي وعبد الله أبو تريكة وأحمد حسين وحمودة شعبان ومحمد رؤى والسيد عثمان ويوسف حسن وميادة إبراهيم الصافي وأحمد سعيد وأحمد محمد ومحمد أحمد وتوأ أحمد وعبد الرحمن عبد العزيز. دولت أصدقاء البرنامج اللي توقعوا فوز الزمالك بثلاثية نظيفة، ولكن احتل المركز الأول في الصدارة أحمد الشريدي بتوقعه الصحيح بأصحاب ثلاثة أهداف التي أحرزهم في مباراة الزمالك وتونسي والترجي التونسي. طبعا ألف مبروك المرة الثانية بفوز الزمالك. طبعا في البداية معي لاعبين جيدين من لاعبي قطاع الناشئين بنادي المصري فرع مطروح، اللاعب محمد جمال لاعب مدينة المنيا. أهلا وسهلا محمد. أهلا وسهلا. أخبارك المنيا ولا بني سويف بقى؟ لا بني سويف. بني سويف، عامل إيه محمد؟ الحمد لله. ومعايا طبعا اللاعب طبعا النجم الصغير اللاعب نور الشحات مواليد 2008 لاعب نادي مدينة نصر. أهلا وسهلا نور. لله. منورنا حبيبي. نور. طبعا في البداية طبعا الزمالك طبعا في حاجة جيدة، الزمالك طبعا مستوى أكثر من رائع في المباراة النهائية والختامية لكأس السوبر. طبعا عنده مباراة يوم الخميس القادم مع النادي الأهلي في كأس السوبر أيضا المحلي، طبعا هنشوف مباراة رائعة في الإمارات إن شاء الله. طبعا محمد جمال قول لي كده في البدايه، يعني بدات حياتك الكرويه ازاي محمد؟ والله انا بداتها في نادي الواسطه، وبعدين رحت الاسيوطي، وبعدين رحت المقاولين، ورحت لعبت في المقاولين عرب. لعبت في المقاولين حوالي اكتر من سنتين، وبعدين رحت نادي المصري، وان شاء الله اقدر اعمل حاجه كويسه. انت صراحه المدربين بيشكروا فيك وبيقولوا طبعا خامه جيده ومن اللعيبه المميزين جدا. طبعا انت في نادي المقاولون العرب كانت طبعا خطوه جيده، نادي دوري ممتاز وحاجه محترمه، قضيت احسن طبعا سنتين كانوا في المقاولين. انا قضيت ايام كتير كويسه في المقاولين، بس الظروف بقت ما قدرتش ان انا اقدر اكمل فيها عشان المصاريف وحاجات كتير. بس الحمد لله قدرت اروح النادي المصري. انت مركزك يا محمد يا جمال؟ انا بلعب باك ليفت في النادي المصري وبلعب بشكل اساسي كويس، والحمد لله ان شاء الله اقدر اعمل حاجه كويسه مع المصري واقدر اروح مكان اعلى يعني شويه ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا نور الشحاد لاعب نادي مدينه نصر مواليد 2008، اخبارك يا نور؟ تمام الحمد لله. قول لي كده انت الانديه السابقه اللي انت لعبت فيها ايه بقى، ولا لسه اول نادي تتسجل أول فيه؟ نادي. اول نادي. مركزك يا نور كده؟ جوكر. تلعب جوكر، كويس، يعني لعيب مهاري لعيب جيد زيك كده. بتلعب جوكر. قول لي كده نور، المباراه الدوري لا احنا فزنا ماتشين، اول ماتشين لكن الظروف مش موضحه يعني. يعني اول مباراتين فوز، والمباراه الاسبوع الماضي لا اتغلبنا. اتغلبتوا من مين؟ من المجموعات العلميه. مجموعات العلميه، ما الرياضه بقى فوز وخساره. طبعا معانا المعلق الرياضي الكابتن فريد الجزار معلقنا بالتلفزيون المصري. اهلا وسهلا كابتن فريد الجزار. كابتن احمد برحب بيك وبرحب بضيوفك الكرام النجوم الصغار الجمال، وايضا البرنامج الجميل
وانت شخصية محترمة جدا. حبيبة كابتن فريد. كابتن فريد، طبعا فوز الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي، طبعا البطولة الرابعة في تاريخه، مردود بقى الجمهور الزمالك واللي على الساحة الرياضية كده كابتن فريد سريعا؟ بص يا كابتن احمد، طبعا لقاء كان صعب جدا، الزمالك كان محتاج فيه بطولة، كان جمهوره محتاج فيه بطولة جدا. الزمالك عمل لقاء حلو جدا، والترجي فريق محترم بصورة، يعني طبعا زي ما احنا كلنا عارفين تاريخ الترجي التونسي، الزمالك كان محتاج البطولة دي عشان جمهوره، جمهوره كان متعشم بهذه البطوله، بطوله غاليه جدا. تمام. في رصيد نادي الزمالك عمل لقاء كويس، كان في ثبات تشكيل، كان في هدوء اعصاب سواء المدير الفني اللاعبين، استطاعوا بقدر الامكان ان هم يحققوا طبعا المطلوب والمراد، وهو حمل كاس البطوله الغالي، كل المقاييس بطوله غاليه، ودافع قوي جدا 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 للزمالك في مواجهه الترجي ايضا في دوري الابطال بعد ايام. طيب بطولة، طبعا بطولة السوبر، المباراة القادمة الأهلي والزمالك بالإمارات، توقعاتك لهذه المباراة وحظوظ الفريقين لهذه المباراة؟ بص يا كابتن أحمد، دايما لقاءات الفريقين ما فيهاش حظوظ، لقاءات التوفيق وعدم التوفيق، مباراة ما فيهاش فيها توقعات إطلاقا، حتى لو الزمالك في نص الجدول أو الأهلي في نص الجدول في الدوري المحلي، مباراة ما لهاش مقاييس، ما لهاش معايير، مباراة من طابع خاص. طابع خاص، وبعدين ده بطوله، واللقاء ببطوله يا كابتن احمد، واخر بطوله اعتقد الزمالك كان فاز على الاهلي في ضربات الجزاء، رغم ان الاهلي كان متسيد اللقاء، لكن وصل لضربات الجزاء والزمالك فاز بيها. اذا المباريات دي كل واحد عنده الدوافع، الاهلي اول الدوري في الدوري المحلي، الزمالك طبعا منتشي بانتصار مهم وحمل كاس السوبر الافريقي، بالتالي مباراه نتمنى باذن الله المتعه، ونتمنى نشوف مباراه حلوه تكون حاجة مرئية لكل العرب ولكل العالم، ونقول يا جماعة بعيدا عن التعصب، من يحمل الكأس هنقول له مبروك، ومن يخسر هنقول له هارد لك في كرة القدم في النهاية، لكن الحظوظ متقاربة جدا، هنا نجوم وهنا نجوم، ما تقدرش تقول مين يقدر ان هو يفوز باللقاء، لا بالعكس مباراة تكون. توقعك للمباراة القادمة بقى بين الأهلي والزمالك، توقعك ان شاء الله ايه يا كابتن فريد؟ والله كابتن احمد، انا قلت لحضرتك هي مباراه بدون توقعات اطلاقا، ومحدش يقدر يقول توقعات مين، الزمالك او الاهلي، لكن الاثنين في نفس المستوى، هنا نجوم وهنا نجوم، اتوقع ممكن تصل لضربات الجزاء، وتبتسم لمين دي بقى في علم الغيب. تمام. طيب مباراه الاهلي والزمالك بالدوري المصري المحلي، هل فعلا ممكن تتاجل ولا هتتلعب؟ بنسبه 90% كابتن احمد هتتاجل، لان الظروف صعبه، لان الزمالك هيرجع والاهلي هيرجع، عنده لقاء صن داونز القوي جدا. تمام. والزمالك عنده الترجي اعتقد يوم 28، اذا اربع ايام مش كفيله كابتن احمد، فلازم احنا الاهلي والزمالك يكونوا في نوع من القعده وعلى تم الاستعداد بالظبط، والاثنين يكونوا متفاهمين شويه ان المباراه القادمه مباراه مصيريه، مباراه دوري ابطال، انما مباراه الدوري عادي ممكن تترحل لو قدام مفيش مشكله، لان الارهاق يا كابتن احمد يعني تيجي من قطر هتروح على الامارات هترجع على القاهره، فصعبه جدا، انت عندك مباراه الذهاب هنا المباراه الاولى هنا للترجي، وايضا لسان داونز هنا، فبالتالي الضغط عليك هيبقى قوي جدا، واخيرا الاهلي هيلعب على استاد القاهره بحضور 30,000 متفرج، ونتمنى ايضا الزمالك بحيث برضه الجمهور يا كابتن احمد بيدي طابع حلو، بيدي حماس، بيدي دفع، لانك لازم تخلص المباراه هنا، لان المباراه هناك مش تضمنها، بدليل الترجي التونسي البطوله الماضيه الاهلي فاز 3-1 هنا، خسر هناك 3-0 الزمالك، يعني والعكس خسر من صن داونز 3 هنا فاز 1، اذا لازم تخلص هنا. ان شاء الله كل التوفيق والامال للفريقين المصريين، النادي الاهلي والنادي الزمالك، باذن الله. كابتن فريد شكرا جزيلا، كابتن فريد الجزار المعلق الرياضي بالتلفزيون المصري، ان شاء الله طبعا كل الامنيات والتوفيق للناديين الكبيرين، نادي الاهلي المصري ونادي الزمالك المصري، بفوزهما ان شاء الله باذن الله في مباراه صن داونز النادي الاهلي ومباراه الترجي بالنسبه لنادي الزمالك ان شاء الله. طبعا ما زلنا مع طبعا اللاعبين جيدين، اللاعب محمد جمال نجم النادي المقاولون العرب السابق. محمد قول لي كده، محمد افضل مباراه لعبتها في على مدار الاونه الاخيره؟ كان ماتش المقاولون العرب وبيراميدز،
تمام. انتهت بفوز مين؟ احنا لعبنا 3 مطوشة في حوالي 15 يوم. تمام. بس منهم ماتش دي افضل مباراه بقى كان بيراميدز افضل مباراه هم الثلاث مطوشه، بس احسن مباراه كنا بنقابل 99 كان ماتش ودي ولعبت الماتش كله وكنت عامل ماتش كويس، بس خسرنا 5-0 بس كنت عامل ماتش كويس جدا. تمام. والكابتن كلمني وقال لي انت كويس وكده. وماتش تاني كنا كسبنا، كانت مباراه وديه ما كانتش رسمية. كان في ماتش كسبناه برضه 4-2. كنت بتلعب برضه باك ليفت، كسبت مين بقى 4-2؟ البيراميدز برضه كسبناه 4-2، وماتش تعادلنا فيه 2-2، والتاني بتاع 99 اللي هو اكبر حاجه دي خسرنا منهم 5-0، اللعيبه ما قدرتش تسد قبالهم، بس عملنا ماتش كويس والنتيجه عادي. تمام. نور الشحات لعب مواليد 2008، لعب نادي مدينه نصر. طبعا افضل مباراه لعبتها كده نور كانت مباراه ايه؟ كنت نجم المباراه بقى. مع الزمالك. ها؟ مع الزمالك. مع الزمالك. عملتوا ايه بقى؟ اول ماتش اتغلبنا. تمام. تاني ماتش فزنا. نعم. نزلت من اول الماتش فزنا. انا نزلت في اول ماتش بقى اتغلبنا. يعني كان افضل مباراه كانت مباراه الزمالك اللي اتلعبت في نادي مدينه نصر. تمام. احرزت اهداف ولا حاجه؟ احرزت هدف. احرزت هدف. يبقى لازم تكون نجم المباراه. طبعا في شويه صور كده عايزين نعرضوها للاعبين برضو في وجودهم على طبعا ده اللاعب محمد ده جمال لاعب نادي المصري فرع مطروح دي وانا في الاسيوطي وانت في الاسيوطي دي يا محمد كان ليا شهرين بالظبط تمام دي وهو في الاسيوطي برضو ده صوره الحاج عشان احنا وعدناك اهم حاجه الحاج طبعا اهم حاجه لان اهم حاجه بقى تعتبر الوالدين دي اهم حاجه جدا محمد. ولو قعدت اتكلم عليها العمر كله عمري ما اقدر ربنا يخليها لك يا ربنا يخليها وطبعا وانت في المقاولين العرب دي الصوره دي كنت رايح ليا شهر بالظبط تمام طبعا قعدت فتره ده الجيم بتاع المقاولين العرب لا بتاع عندنا في الواسطة كنت مصاب فكنت براجع بتجهز يعني للعودة للملاعب قعدت حوالي شهرين فيه تمام يعني كويس انت لعيب جيد يا محمد المدربين بيشكروا فيك كباك ليفت جيد من اللعيبة الجيدين طبعا بالنسبة لنور الشحات طبعا قول لي يا نور كده يعني المباراة العصيبة بقى اللي قابلتك وكنت متنشن فيها ومفيش مستوى خالص كانت مباراة ايه؟ حدايق حلوان حدايق حلوان كنت متنشن فيها تمام قول لي كده كانت يعني المباراه ايه كسبتوها ولا خسرتوها؟ غلبنا طبعا غلبنا برضه؟ ليه كده؟ طيب قول لي كده يا نور عايز تبقى ايه في تطلعاتك في الفتره القادمه كده يعني عايز يعني انت واخد نادي مدينه نصر محطه عايز تبقى فين بعد كده او حبك للنادي ايه؟ الاهلي الاهلي حته واحده؟ مش بعيده والله ان ربنا يكرمك كده نور انت لعيب جيد ومن اللعيبه المميزين ان شاء الله اللي يكون لها مستقبل باهر باذن الله لان طبعا الحاج صبحي جدك تعبان معاك في الليل والنهار ويروح بيك يمين وشمال ما بيسبكش خالص طبعا. ولا تدريبات ولا مباريات يعني كل الشكر طبعا للجد الحاج صبحي طبعا اللي قايم بمجهود جبار معاك طبعا نور طيب هنطلع لمكالمة هاتفية الكابتن رمضان ناجي رئيس نادي المصري فرع مطروح أهلا وسهلا كابتن رمضان أهلا وسهلا كابتن أحمد تحياتي ليك ولضيوفك الكرام حبيبي كابتن رمضان سريعا كابتن رمضان كده إن شاء الله مباراة الغد وتعتبر الحاسمة مباراة شباب الضبعة ونادي المصري مطروح إن شاء الله بإذن الله مستعدين لهذه المباراة كابتن رمضان والله احنا مستعدين بس احنا المباراه اتاجلت ان شاء الله هتبقى الخميس عشان سبب صعود الامطار اللي النهارده في اسكندريه اللي كنا غير متوقعين سيول في اسكندريه فعلا بالفعل طبعا ومنها تاجيل مباراه الرجاء والنادي الاولمبي في الدوري الممتاز به ولكن انتم مستعدين حتى لو اتلعبت الخميس ان شاء الله والله زي ما انت شايف يعني الماتش ده يعتبر مباراه تبقى لينا حزمه باذن الله تعالى وان شاء الله مباراه يعني تعتبرها تدينا الصداره لو ربنا كرمنا هنوصلوا من النقطة ال 24 تمام مباراة صعبة بس إن شاء الله اللعيبة مستعدة والجهاز الفني مستعد وإحنا برضه كمجلس إدارة من بداية الدوري في ظل اللعيبة وفي دارهم وبنقدم لهم جميع الدعم
ومزودينه بحتى المكافآت، غيرناها ابتداء من الماتش اللي هو الخميس ده. ان شاء الله ربنا يكرمنا كابتن احمد. طبعا هزيمه الهلال المتصدر اللي هو كان فوقيكم طبعا هزمته امام نادي الحريه بثلاثه اهداف، طبعا دي حاجه كويسه لنادي المصري. طبعا يفوز في مباراه بعد غد ان شاء الله على نادي شباب الضبع يتصدر قمه المجموعه الثالثه لبحري. طبعا هتوصل للنقطه ان شاء الله 24 يا كابتن رمضان ان شاء الله. يا كابتن احمد وزي ما انت قلت المباراه دي هتدي اللعيبه دفعه قبل ما يدخلوا المباراه، وبكره تتلعب مباراه الجزيره برضه ان شاء الله هتدينا دفعه كمان، وان شاء الله احنا اللعيبه بتوعنا مركزين للامانه. هم وعدوني اللعيبه في اخر تمرينه كنت معاهم في اجتماع هناك في البحيره، وعدوني بالثلاثه بونط، ووعدوني بالمش ثلاثه بونط بس، الثلاث مباريات اللي باقيين دول قالوا لي ان شاء الله باذن الله دول هيكونوا هديه الى مجلس الاداره منهم كلاعيبه، لان دي المباراه عنق الزجاجه زي ما بنقولوا كده ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد وانت عارف الفرقه الوحيده اللي باديه من شهر 7 فرقه نادي مصر فعلا عامله استعداد يعني، وبدات بدايه كويسه في الاول مع الكابتن رمضان عرفه تمام، بس ربنا ما وفقوش، ودلوقتي مع الكابتن تامر برضو عامل شغل كويس. لا من الشخصيات المحترمه والمدربين الاكفاء صراحه الكابتن تامر فاروق. طبعا الجزيره هيواجه مين غدا ان شاء الله؟ مركز شباب الحمام في ملعب الحمام. في ملعب الحمام برضو مباراه صعبه للجزيره اللي بينافس برضو نادي المصري ونادي الهلال على الصعود للممتاز به ان شاء الله، او دور الترقي للصعود للممتاز به. كابتن رمضان في اي اصابات قبل مباراه الخميس؟ لا بكره ان شاء الله 19 لعيبه هيدخلوا المعسكر باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله. كابتن برضه كابتن احمد فضل. عن طريق برنامجك وقناتك الجميله اللي دايما متواصله معانا دي، اتفضل كابتن. ونادي السيد وزير شباب والرياضه اشرف صبحي الراجل المحترم اللي احنا بنعزوه انه يطلع لنا الدفعه الثانيه بتاعت الانديه والدعم، زي ما انت شايف خلاص الدوري اوشك على الانتهاء، الانديه مش عارفه تصرف من فين، وبرضه اتحاد الكوره الدكتور عمرو الجنايني برضه اتمنى يكون سمعنا وسمع صوتنا، يطلع الدعم برضه للانديه اللي هي المفروض صراحه الدعم ده يطلع عشان طبعا ايه المصاريف، لان احنا او شكت المباراه على الانتهاء طبعا فاضل جولتين او ثلاث جولات. ثلاث جولات بالظبط يا كابتن احمد، يعني بالله عليك انا بعد ما يخلص الدوري الفلوس دي هنعمل بيها ايه لما تجيني؟ صح بعد ما يخلص صح الدوري صح. ان شاء الله باذن الله بننشر برضه من خلال كاميراتنا ومن خلال البرنامج طبعا الاتحاد المصري لكره القدم بسرعه صرف الاعانات لانديه القسم الثالث والرابع. شكرا جزيلا كابتن رمضان ناجي رئيس نادي المصري مطروح، طبعا نادي المصري متصدر المجموعه في حال فوزه بعد غد ان شاء الله باذن الله. طبعا محمد جمال قول لي كده سريعا، انت بقى يعني الفضل بيدينه لمين بالنسبه للمدربين اولا؟ المدربين والله كان الكابتن بتاع نادي الوسط طبعا انا رحت له مش عارف اي حاجه عن الكوره، كان اسمه الكابتن هشام، ده اعتبر اكتر واحد تعب معايا، وبرضه الكابتن نبيل. يعني انت رايح منعدم مفيش انا رايح مش عارف يعني ايه كوره، انا لابس راجل علمك كوره راجل علمني الكابتن ايه بقى اللي اسسك اللي ليه فضل بقى الاول كابتن هشام طبعا بعد ربنا، وبعديه الكابتن نبيل طبعا في المقاولين، كابتن فتحي عطيه، الناس دول اللي اشتغلوا عليا كتير وهم اللي خلوني اوصل للمستوى اللي انا فيه، وكانوا بيتكلموا معايا دايما، ولو كنت راجع من اصابه كانوا بيخلوني ارجع. في مدربين اخرين يا محمد؟ كابتن احمد وكابتن رأفت برضه بيتكلم معانا كتير في نادي المصري. كابتن رأفت من الناس والكابتن محمود لسه جاي معانا جديد، كابتن محمود حنفي طبعا طبعا الكابتن محمود حنفي طبعا من المدربين الجيدين اللي مسكوا الفريق مؤخرا. نور كده قول لي يا نور بالنسبه لتطلعاتك في الفتره القادمه كده، انت عايز تلعب في الاهلي ان شاء الله يكون لك مستوى طيب وتقابل كده في الاهلي يا نور. قول لي يا نور كده يعني انت بتحب لعب مين كده محليا كده؟ كابتن محمد مجدي قفشه، محمد مجدي قفشه، وكابتن رمضان صبحي بس. تمام، عالميا بقى بتحب مين؟ عالميا في المحل برضك؟ لا عالميا بقى بتحب لعب ميسي ولا محمد صلاح ولا رونالدو ولا مين؟ لا محمد صلاح. محمد صلاح. طيب ان شاء الله كده نشوفك يا نور في حالة محمد صلاح ان شاء الله. طبعا عايزين نعرض فيديو ناشئين نادي المصري فرع مطروح طبعا اللي بتمرنوا هنا في القاهرة، طبعا نتائج جيدة، تصدر فريق مواليد 99 مجموعته برصيد 9 نقاط،
طبعا حاجة جيدة وحاجة كويسة. نادي المصري فرع مطروح، ويقام إن شاء الله بعد غد الخميس إن شاء الله مباراة 99 مع نادي الترجي المطروحي أيضا لمواليد 99 وال 2003 أيضا مع نادي الترجي إن شاء الله بإذن الله. نطلع كده نشوف الفيديو كده وهو موجود معانا على الهواء كده نشوفوه. تدريبات جيدة ولد كمان 2002. تحب بقى تقول ايه النهارده لاصدقائك والمدربين النهارده؟ انا والله احب اشكرهم على المجهود اللي بيعملوه معانا، والصراحه يعني هم واقفين في جنبينا. 2001 عندنا ماتش بكره ان شاء الله مع الرجاء في اسكندريه، وال 2003 عندها ماتش يوم الاثنين، وال 99 عنده مباراه مؤجله اللي هي كانت في الامتحانات يوم الثلاثاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بهنئ الشعب المصري وبهنئ فخامه الرئيس السيسي وبهنئ المحافظ وبهنئ كل الشعب المصري بعيد الشرطه، وطبعا بنفتكر الشهداء والمجهود الجبار اللي عملوه معانا وضحوا بانفسهم علشان الشعب، فبنشكرهم بالمناسبة السعيدة دي أولا. ثانيا الحمد لله والشكر لله في سبيل البروتوكولات الرياضية، ففي تعاون بيننا وبين نادي المصري. طبعا ده كان تقرير مصور من ملعب كفر الشوبك المتواجد في قطاع الناشئين بنادي المصري المطروحي. طبعا جميع اللاعبين على استعداد تام ان شاء الله لبطوله القطاعات ان شاء الله باذن الله. طبعا بالنسبه للقطاعات، طبعا الناس كانت قلقانه الانديه المدربين رؤساء القطاعات، ولكن الصبر لان طبعا نظام جديد واستحداث جيد بالنسبه لبطوله القطاعات. القطاعات طبعا هيصعد اول وثاني وثالث المجموعات الخمس لدوري الجمهوريه يلعبوا مع الممتاز الف. النظام ده كان متبع قبل كده، تمام، هيكون ان شاء الله في هذا الموسم موسم 2021 اصحاب المراكز الاولى من الاول للثاني للثالث طبعا في المجموعات الخمس على مستوى الجمهوريه سيتم تصعيدهم لدوري الجمهوريه ان شاء الله في الموسم القادم. طبعا بالنسبه للقطاعات ايضا الانديه الهابطه من دوري القطاعات هتهبط لتلعب دوري منطقة، والصاعد من دوري المنطقة هيلعب دوري قطاعات زي الممتاز كده، بيهبط أول ثلاثة آخر ثلاثة آسف بيهبط آخر ثلاثة، تمام. الثلاثة اللي بيهبطوا دولت هم اللي هيلعبوا في دوري المنطقة، والصاعدين الثلاثة الأول على مستوى دوري المناطق هيلعبوا قطاعات، واللي موجودين في القطاعات أول ثلاثة على مستوى الخمس قطاعات على مستوى الجمهورية هيلعبوا مع انديه الدوري الممتاز. حاجه مستحدثه، حاجه جيده، ايوه كده. عايزين نلاقوا قطاعات الناشئين ومسابقات الناشئين فيها قوه، فيها منافسه، فيها هادفيه، لان الاول انا باخد دوري منطقه وبعدين باخد دوري قطاعات، طب الهدف ايه؟ انا اول قطاعات، يعني في انديه عريقه بتصرف مصاريف جامده وخدت اول قطاعات، طب الهدف ايه من القطاعات؟ المفروض العب دوري جمهوريه. والحمد لله رب العالمين. طبعا احنا شدنا الاتحاد المصري لكره القدم قبل ما يطبقوا القرار ده، تمام، بحاجه جيده، حاجه تدي حافز وحاجه فيها هادفيه للناشئين. وطبعا الاتحاد المصري لكره القدم اصدر قرارا ان نهايه الموسم الرياضي 2023، يعني الانديه اللي هي مش هتصعد قطاعات هيتلعب دوري منطقة حتى تاريخ 2023، بحيث ينتهي موسم الناشئين في حد في أقصى موعد غايته 2023 إن شاء الله بإذن الله، يعني شهر والدوري القطاعات ودوري المناطق ينتهي بإذن الله. محمد جمال قول لي كده في قبل ما اختم معاك، عايز توجه الشكر بقى لمين واللوم فضل بعد ربنا بعيد عن مجال كرة القدم؟ بعيد عن مجال كرة القدم طبعا والدي ووالدتي واهلي كلهم تعبانين معايا
وتعبوا معايا جدا، وانا مش هقدر لو قعدت اتكلم العمر كله مش هعرف اقول، مش هعرف اقول كلام ارد لهم بيه اللي هم عملوه معايا. وفي ناس من عندنا من البلد برضه بيتكلموا معايا كتير، اولهم سعد نادي عبد الوهاب ده بيلعب في الدرجه الثالثه واتظلم كتير، صعد الاسيوطي في للدوري الممتاز اول مره ساعه ما هبطوا تاني، وكان جايب لهم هدفين في التاهل في ماتش التاهل وما خدوش معاه، وكان مظلوم يعني جدا. بتمنى له ان شاء الله يلعب دور ممتاز، ودلوقتي عنده حوالي 28 سنه وان شاء الله ربنا يكرمه وهيعمل حاجه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله محمد. نور شحات كده قبل ما اختم معاك بقى، عايز تدين الفضل بعد ربنا لمين بقى غير مدربين كره القدم؟ اولا ربنا، بيدين الفضل لربنا، ثم جدي جدك ده اللي هو صراحه عامل مجهود ضخم، واحنا بنشكره على الهوا طبعا الحاج صبحي، لان صراحه اللي انا شايفه من بدايه ما بدات في شهر 7 وهو بيجيبك تدريبات ومباريات وتعب معاك فعلا، ترد له الجميل بقى ان شاء الله. ومين برضه؟ والدك برضه؟ والدي ووالدتي طبعا، ربنا يخليهم لك كده، وعزبتي وكل اصحابك كمان. ماشي يا ابو. طبعا في ختام هذه الفقرة بحب أشكر اللاعبين، اللاعب محمد جمال مواليد 2001 واللاعب نور الشحات مواليد 2008. طبعا إن شاء الله بإذن الله هنستقبل لاعبين آخرين من لاعبي قطاع الناشئين بنادي المصنع الحربي بمدينة الأسكندرية. وطبعا قبل ما نستقبلهم اللاعب محمود كرم هاشم واللاعب أحمد حلمي عبد الفتاح من مواليد 2001 هنطلع لتقرير مصور ثم نعود نستقبل الضيفين الكريمين. اخبارات الماتش النهارده، الماتش النهارده جميل والعيال ضيعوا فرص كتير، لو الفرص ما ضاعتش كنا فزنا النهارده بسكور كمان حلو. يعني انت تحب رساله تقدمها للجمهور ولزياده تقول اقول له الفرقه كلها مش زياد لوحده، الفرقه كلها مبروك عليهم النهارده لعبوا الماتش الحلو ده. احمد فياز سعدنا النهارده يكون معانا شريف احد مواليد 2007 لفريق المصري مطروح، وبعد المباراه النهارده هم صعدوا كاول مجموعه، تحب تقول ايه شريف النهارده؟ الحمد لله على الفوز النهارده، احنا طبعا معانا 7 نقط ان شاء الله مرتاحين. طبعا الموهبه الكرويه مواليد 2008 واللي حقق انجاز كبير النهارده بفوز مباراتين باقدامه وبالاهداف بتاعته، نحب نسأله النهارده محمد تبقى نفسك تبقى زي مين؟ انا زي رونالدو، وبقول لهم الحمد لله على كل شيء، واحنا مش فارق معانا المكسب والخساره، احنا كسبنا ماتشين ومش فارق معانا المكسب والخساره، الخساره كسبنا زي خسرنا عادي، بس لعبنا ماتش حلو. بقول شكرا للجمهور. زميلنا الاعلامي احمد فواز معانا عبد الله السعيد او عبد الله عوض ديفندر خط النص مواليد 2007، نحب تقول ايه يا عبد الله النهارده؟ الحمد لله اللي احنا كنا المكسب والخساره ومعانا 6 نقط وصاعدين اول المجموعه. انا بوبا النهارده، تحب تقول ايه يا بوبا النهارده بعد الماتش؟ انا احب اقول ان احنا فايزين، احنا 2007 2008 هم 2005 2006 هم ما فيش هم 2006 اصلا مش 2006. احب اقول النهارده الحمد لله كده اللي احنا كسبنا، احنا صاعدين الفرقه، احنا صاعدين الاول، احنا الحمد لله كده مش فارق معانا مكسب ولا خساره، احنا كويس كده الحمد لله. نفسك تبقى زي مين يا شيخ؟ ايه؟ نفسك تبقى زي مين اللعيب؟ بقى زي كريستيانو رونالدو. نقول الف شكر، الف شكر للنادي بتاعنا الحمد لله اللي احنا كسبنا وصعدنا للدور الاول. احب اقول الكره مكسب وخساره، واحنا صاعدين فريق اول، واقول لزمايلي الكره مكسب وخساره. اللي في دماغه في دماغه، ولا بيسمع ولا بينصت، عايز يلعب كره وخلاص، عايز يرقص ويروح، وهو لو كان لعب كره النهارده كان فايق كنا فزنا. تحب تقول ايه النهارده؟ الحمد لله فزنا ماتشين وخسرنا ماتش وصعدنا صعدنا مركز اول الحمد لله المجموعه. فرحان؟ الحمد لله. ايوه فرحان الحمد لله. احب اقول الحمد لله، والكره مكسب وخساره، ما نزعلش عشان احنا كده صاعدين في مركز اول، كاسبين ماتشين وخاسرين ماتش. والله الحمد لله، يعني احنا اولادنا كلهم مواليد 2007 بيلعبوا مع عيال كلك 2006، وبسم الله ما شاء الله، يعني احنا ضيعنا ياما، واللي كان خلانا عاملين كده يعني ان احنا ضامنين ان احنا فازين ماتشين وضامنين ان احنا نصعد ونبقى كويسين يعني. بس الحمد لله كسبين، احنا طالعين دور اول كسبين ماتشين وخسرين الماتش ما تفرقش معانا، يعني مش هتاثر فينا. احنا عبد الله بنقول عاوزين نتعرفوا عليك، عرفنا بنفسك انت منين ونفسك تبقى زي مين؟ انا من الحوش عيسى. مين اللي جابك النادي؟ عم. جيت عن طريق اختبارات ولا؟ اختبارات في النادي المصري.
ان شاء الله اللي جاي احسن. احنا اول المجموعه معانا 6 نقط وان شاء الله اللي جاي احسن. تحب تقول ايه لبابا وماما النهارده؟ هما ماشي، هما بيجيبوا لي النادي وبيوفقوني وبيشجعوني وبيديني حماس اللي العب كوره. ورجعنا لكم مرة تانية. طبعا ده كان تقرير من مدينة الإسكندرية، طبعا تقرير عن براعم نادي المصري فرع مطروح. طبعا لاعبين جيدين، لاعبين خامات جيدة، طبعا كانوا موجودين الموسم الماضي في نادي المصري البور سعيد، ولكن بعد المسافة انضموا لتدريباتهم بالإسكندرية مع نادي المصري المطروح. طبعا بيلعبوا دوري منطقة الإسكندرية والحمد لله متصدرين مجموعتهم. طبعا فريق 2007 يوجد فيه لاعبين مميزين ياخدوا حقهم، لاعبين جيدين: شريف مرزوق، اللاعب محمد عبد النبي عبدين، اللاعب محمود عاشور، اللاعب زياد حامد، اللاعب عبد الله سمارة، اللاعب عبد الله محمد، اللاعب رمانه احمد. طبعا لعيبه جيدين، لعيبه مميزين، طبعا متصدرين مجموعه الاسكندريه، وكانوا بيلعبوا في مرحله 2006 وهم اصلا من مواليد 2007. طبعا انضم في هذه الفقره اللاعب محمود كرم هاشم. ازيك يا محمود؟ ازيك، اخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله، كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. وطبعا معايا اللاعب احمد حلمي عبد الفتاح، مواليد 2001 ايضا. اهلا وسهلا. عامل ايه يا كابتن؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله منورنا. نورك يا كابتن. طبعا في البدايه مباراه الممتاز بيه، قبل ما ننسى، بس طبعا نتائج غريبه، ما لعبتش في صالح فاركو، الحمام يفقد نقطتين سامنتين او يخطف نقطتين سامنتين من فاركو بتعادله السلبي بدون اهداف، وغزل المحله يفوز على ديكنس 1-0. طبعا استغل فوز الحمام على فاركو، ودمنهور يفوز على ماليه كفر الزيات ويتساوى مع الاول فاركو ب30 نقطه لكل منهما. الترتيب سريعا: العاب نادي فاركو 30 نقطه، نادي العاب دمنهور في المركز الاول مقارب برضه 30 نقطه، نادي غزل المحله 28 نقطه في المركز الثالث، وديكرنس صاحب او الحصان الاسود في هذه المجموعه برصيد 24 نقطه في المركز الرابع، والمنصوره في المركز الخامس برصيد 23 نقطه، والرجاء في المركز السادس برصيد 22 نقطه. طبعا للاسف الشديد الاولمبي وماليه كفر الزيات وبيلا ما زالوا متزيلين الترتيب الاخير للمجموعه. طبعا الاستاذ محمد مجدي الصحفي الرياضي بجريده الزمالك، اهلا وسهلا كابتن محمد. اهلا وسهلا بيك كابتن احمد وبكل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. الحمد لله. طبعا احنا اتكلمنا عن الزمالك لان الزمالك طبعا لو قعدنا نكلمه من هنا لبكره مش هندوله حقه، لان الزمالك طبعا في هذه الايام فارق بكل وضوح، ومن يعني المستويات في تحسن في المستوى الحمد لله رب العالمين. كلمنا كده كابتن محمد عن مباراه نادي الزمالك ان شاء الله ونادي الاهلي في بطوله كاس السوبر المحلي. طبعا هقول لحضرتك ان الامور اختلفت تماما بعد تتويج الزمالك كاس السوبر الافريقي على حساب عملاق افريقيا الترجي التونسي. تمام يا كابتن. كانت كل المؤشرات ساعتها قبل اللقاء كانت تقول ان الزمالك داخل هذا اللقاء، وكانت الجماهير عندها بعض من قله الثقه في الفريق نظرا للنتائج في الدوري العام، ولكن بعد هذه اللقاء الجميع يعني اشاد بمستوى اللاعبين وجهودهم داخل الملعب، بالفعل اكتسبوا ثقه الجميع، جماهيرهم ومجلس ادارتهم بما فيهم ايضا فريق النادي الاهلي. بعد مشاهدته لهذه اللقاء غير كل ترتيباته واستعداداته لهذا اللقاء. تمام. وكان في غايه السعاده. طيب مباراه الاهلي والزمالك بقى القطبين الكبيرين كابتن محمد. وصل الفريق لارض الامارات يوم ظهر الاثنين. تمام.
وكان مستر كارتورون طبعا اصطحب معاه جميع اللاعبين بما فيهم محمود عبد العزيز المصاب بالرباط الصليبي نوعا لتحفيزه اثناء اللقاء. تمام، معنويات الاخرين الزملاء. تمام بالضبط. داخل المعسكر هناك حاله تفاؤل شديده جدا، ولا يعني والسيطره على فندق الاقامه بانهم يعني عندهم ثقه كبيره جدا بتتويجهم لهذا اللقب ومواصلة الانتصارات. ما فيش أجمل من أنت تبدأ الموسم ببطولة. تمام. كنت متواجد مع حضرتك في البرنامج وقلت لك إن شهر فبراير هيكون نقطة تحول في مسير ومستقبل نادي الزمالك هذا الموسم، وبالفعل بدأ كانت بداية مبارياته الصعبة أمام الإسماعيلي في الإسماعيلية وفاز بها، ثم مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي اللي إن شاء الله هتجمعنا بهم لقاء يوم 28 باستاد القاهرة. تمام. وكان وافق الأمن مشكورا على دخول 30 ألف مشجع لنادي الزمالك في لقاء الترجي لقاء الذهاب يوم 28 على استاد القاهرة. استعدادات هنا تم، مستر كارتون وصل يوم الاثنين عمل بعض الاستشفاء للاعبين، ومن بعدها مساء اليوم تدريب لمدة ساعتين انقسم ما بين البدني والفني والخطه. يدرس مستر كارترون مفاتيح لعب النادي الاهلي جيدا وعارف كل كبيره وصغيره كون ان هو كان بيدرب النادي الاهلي من قبل. استاذ محمد. نعم. في اصابات غير محمود علاء بالنسبه لنادي الزمالك؟ لا يوجد اصابات داخل الفريق. لا يوجد اي اصابات. اللاعبين في صوره طيبه، واحب كمان اقول لحضرتك على طريقه اللعب والتشكيل اللي وصل ليه مستر كارترون سريعا. طريقه اللعب 4-2-3-1 في التشكيل، في حراسه المرمى محمد ابو جبل، عبد الشافي والونش ومحمود علاء وحازم يمين، حازم امام باك يمين، في وسط الملعب فرجان الساسي وطارق حامد واحمد تاز زيزو هاف شمال، وبن شرقي رقم 10 واوباما هاف يمين ومصطفى محمد في الهجوم. تمام. دي يعني في بعض اللقاءات اللي حصل ما بين الصام وطه منصور وتحفيزهم للاعبين قبل اللقاء بعد مكافئتهم اللي حصل عليها عقب تتويج بالسوبر الافريقي، حفزهم بطريقه عاليه جدا، ويقوم بنفس الدور هنا امير مرتضى منصور واحمد مرتضى منصور في الامارات، بيحفزوا لعيبه بشكل كويس جدا، موفرين كل حاجه داخل الاقامه. ان شاء الله نتمنى، ان شاء الله نتمنى استاذ محمد لقاء جيد ويليق ب الدوري المصري إن شاء الله بين القطبين الكبيرين. شكرا جزيلا أستاذ محمد مجدي الصحفي بجريدة نادي الزمالك اليوم. طبعا محمود كرم لاعب مواليد 2001 لاعب النادي المصنعي الحربي. أخبارك يا محمود؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. قول لي كده محمود كده يعني أفضل مباراة لعبتها كده، أنت مركزك إيه الأول؟ صانع ألعاب هاف شمال. تمام، تلعب صانع ألعاب وساعات بتلعب باك ليفت. قول لي كده أفضل مباراة لعبتها محمود. مباراة لعبتها مع 2001 يعني مع فريق مين؟ كنا بنلعب مركز شباب محسن. تمام. انتهت المباراه كام؟ 3-1 لينا. طب كويس، كسبت المباراه يعني. بالمناسبه طبعا نادي المصنع الحربي مواليد 2005 يتصدر مجموعته، وبعد فوزه الاخير على نادي ركتا وقبل ذلك كسب سموحه يتصدر مجموعته وصعد للتصفيات النهائيه لبطوله دوري منطقه الاسكندريه مواليد 2005 من الفرق الجيدة في القطاع. وكذلك برضو مواليد 2002 تعادله الأخير مع نادي سموحة بهدف لكل منهما بعد ما تقدم نادي المصنع الحربي بهدف وتعادل سموحة، والقائم يمنع هدف الفوز في الثواني الأخيرة للمصنع الحربي. كانت مباراة سجال ومباراة ممتعة بين الفريقين طبعا في إطار مسابقة دوري منطقة الإسكندرية المؤهلة لدوري القطاعات. أحمد حلمي قول لي كده يعني مركزك في الملعب كده محمود. هاف شمال صانع ألعاب. برضه زي محمود ولا تلعب هنا وهنا؟ قول لي كده أحمد كده أفضل مباراة لعبتها كده في الدوري. لعبت نصر التعدي. أنت لاعب سابق بالنصر التعدي. لاعب سابق. طب يا ريت نعرض الصور كده لو موجودة برضه بتاعت اللعيبة. أفضل مباراة كانت في النصر للتعدي. تمام، انت لاعب قديم معايا بقى ولاعب جيد انت ولاعب كابتن احمد خالد طبعا كابتن احمد خالد. وكان معانا برضو اللاعب محمد ماهر مواليد 2002 لاعب جيد لاعب ممتاز، عارف محمد؟ عارف محمد. كان لعيب كويس لعيب هايل جدا وان شاء الله يكون له نصيب معانا الموسم القادم باذن الله. محمد ماهر مواليد 2002. قول لي كده افضل مباراه لعبتها بقى كانت النصر اليومي. كسبنا النصر اسكندريه. تمام، كنت بتلعب النصر اسكندريه كسبتوا المباراه؟ كسبنا 2-1.
تمام كويس، كانت مباراة كويسة. الحمد ده أفضل مباراة ليك. ده أفضل مباراة لي. والمباراة العصيبة بقى، يعني أصعب مباراة قابلتك بقى. والله المباريات كلها الحمد لله كنت بلعب مع الكابتن أحمد خالد، يعني الحمد لله أنا أساسي تمام طبعًا كل الماتشات يعني. طبعًا ديت صور فريق مواليد 2005 بنادي المصنع الحربي اللي الحمد لله متصدر مجموعته في التصفيات في اطار مسابقه دوري منطقه الاسكندريه لكره القدم. فريق جيد فاز على نادي ركتا بثلاث اهداف مقابل هدف. احرز الاهداف اللاعب احمد عبد الصبور واللاعب نبيل محمد واللاعب فارس اللاعب الجيد طبعا اللي هو اللاعب الاولمبي السابق. طبعا محمود كده اصعب مباراه انت لعبتها بقى كانت مباراه ايه؟ كانت السنة اللي فاتت مع 2002 كنا بنلعبوا المصنع الحربي برضه. اه وكسبت ولا خسرت؟ لا احنا خسرنا الماتش ده 3-2. يعني المصنع الحربي كسب 3-2. طبعا دي صورة نادي كينجز لندن في المباراة الودية التي أقيمت بين النادي المصري فرع مطروح ونادي كينجز لندن والتي انتهت بفوز نادي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين. مباراة جيدة، دكتور علاء عبد الظاهر صراحة عامل شكل جيد وحاجة جيدة ولاعبين مميزين موهوبين موجودين مع الدكتور علاء، حاجة جيدة جدا وفريق محترم بجهاز فني محترم. قول لي كده أحمد فتحت تطلعات أحمد حلمي، تطلعاتك في الفترة القادمة إيه بقى إن شاء الله؟ إن شاء الله. طبعا قبل ما تتكلم عشان دي الصورة وعدنا اللي احنا طبعا كانت ما بين المصنع الحربي الفريق الأول ونادي محمد رفعت، ده طاقم تحكيم الكابتن حسام غالي طبعا نجم حكام منطقة البحيرة لكرة القدم، حسب ضرب الجزاء عشان اقولها على الهواء وعدته. طبعا كانت مباراة جيدة ولعبنا مباراة ودية كانت ممتازة وعيدة. طبعا دي صورتك يا احمد وانت في نادي النصر التعدين. النصر للتعدين تمام. انت لعيب جيد يا احمد عبد الفتاح. ايه حكايه احمد عبد الفتاح؟ مش عارف. احمد حلمي بقى. احمد حلمي احمد عبد الفتاح عادي. ماشي يا ابو حميد. طبعا من لعيبه جيدين، لعيبه بقى لها فتره زمنيه موجوده معانا وربنا يوفقه كده وحاليا بيلعب في نادي المصري. محمود كرم قول لي كده بقى تطلعاتك في الفتره القادمه عايز توصل لايه بقى ان شاء الله؟ انا ان شاء الله عايز العب في الزمالك وبعد كده من الزمالك احترف بره في الدوري الانجليزي وكده. هسافر في الدوري الانجليزي حتى واحده ان شاء الله. طب حتى في الدوري الممتاز المصري حتى الاول كده ان شاء الله. ان شاء الله انا حلمي على ربنا ان شاء الله. طبعا ده حاجه بتاعت ربنا وطبعا ايه حاجه بس. طبعا احنا بالنسبه لنتائج نادي المصنع الحربي طبعا زي ما قلنا ال 2000 كسبت نادي النوبي بثلاثه اهداف مقابل لا شيء مواليد 2000 وتعادلت مع ركتا بهدف لكل منهما اول امس. طبعا نتائج جيدة لنادي المصنع الحربي ولكن في نقطة عايز بس أتكلم فيها سريعا، إن الناس اللي شغالة اختبارات حاليا في هذا التوقيت الحرج، توقيت مباراة شغالة، ختام دوري شغال، شهر اتنين عمره ما كان فيه اختبارات. أنا عايز أعرف الشغل بتاع الاختبارات، أنا هتكلم عليه الحلقة اللي جاية، مش عايز أقول كلمة نصب وكل، لا ما ينفعش هذا التوقيت. أنت انت راجل دارس كوره وراجل لعبت ولا انت مستثمر جاي شكلك ايه ولا انت مدرب سبوب عايز تلحق؟ ما ينفعش اختبارات في هذا التوقيت، عمرنا ما شفنا في حياتنا اختبارات في شهر اتنين، نادي كذا يعلن في محافظه كذا، نادي كذا يعلن في محافظه كذا، ما ينفعش. الاختبارات بتبدا بعد تركيز اللاعبين في الامتحانات وانتهاء مباريات الدوري، بتركز بقى الاولاد في امتحاناتها. بعد هذا التركيز الاولاد بتاخد الاجازه الصيفيه اللي هي شهر 6، جميع الانديه بتبدا اختبارات، لكن حضراتكم بتعملوا اختبارات في شهر 2 لا تعليق، ولكن لو استمرت هذه السذاجه هتكلم عليها في الحلقه الجديده القادمه ان شاء الله وبالمستندات ولان دعايه واختبارات في نادي كذا لنادي كذا، مفيش الكلام ده. ترأفا بأحوال أولياء الأمور وباللعب بمشاعر اللاعبين. طبعا أحمد حلمي كده في ختام طبعا كلامنا عايز توجه الشكر لمين كده أحمد كده؟ من مدربين وأولياء الأمور يعني. أول حاجة والدي ووالدتي وإخواتي وعيلتي وأهلي كلهم مش عارف أشكرهم إزاي والله. ربنا يخليهم لك كده يا حميد. الحمد لله. أشكر الكابتن جمال أبو الوفا والكابتن
احمد فوز طبعا حبيبي، شكرا عليا والله العظيم مش عارف، وكابتن احمد خالد ربنا يوفقك ابو حميد، رب يكرمك كده ونشوفك كده ان شاء الله. قول لي بقى انت عايز تبقى نجم في نادي ان شاء الله؟ ان شاء الله للزمالك ان شاء الله. الزمالك انت زملكاوي زيي؟ زملكاوي الله ربنا يوفقك. قول لي يا محمود كرم كده، تحب تشكر مين بقى؟ احب اشكر والده ووالدته وجدي واخواته وعيلته كلها يعني. تمام الصراحه هم موفرين له كل حاجه ومش خلينا محتاج حاجه خالص. ربنا يوفقك يا رب ويوفقهم ان شاء الله باذن الله. طبعا كنا عايزين نتكلمهم عن طبعا بعض حاجات كده، الامور الخاصه باعتذار النادي مدينه نصر، ولكن في الحلقه القادمه عشان ما فيش بس ايه لضيق الوقت، فان شاء الله باذن الله الحلقه القادمه نتكلمهم عن اسباب اعتذارنا لنادي مدينه نصر، وبامكان له كل تقدير وادب واحترام طبعا، ولكن في بعض السلبيات طبعا لابد ان ننوه عنها ان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله. وبحب اشكر برضو اللاعبين الجيدين، اللاعب محمود كرم هاشم مواليد 2001 لاعب نادي المصنع الحبيب، وطبعا اللاعب احمد حلمي طبعا بحب اشكره اللاعب الجيد اللاعب المميز كده. شكرا ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك وربنا يوفقك ان شاء الله. انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 9 مساء وبرنامجكم ملاعب بلدنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.